السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo où on va faire apprendre la lecture. إذن مرحبا بكم في فيديو جديد. إذن سوف نتعرف على طريقة قراءة اللغة الفرنسية من الصفر. إذا لاحظت بأن هناك العديد من التلاميذ الذين يصلون إلى السنة الأخيرة في الابتدائي، يعني المستوى السادس، ولكنهم لا يتمكنون من القراءة، يعني أنهم بعضهم لا يتمكن حتى من قراءة الحروف. إذا لم يفت الأوان بعد. إذا في أي سنة يمكننا أن نتعلم القراءة؟ ولكن إذا يجب أن نعالج إذا الصعوبات التي لدينا لكي نستطيع أن نواكب الدروس الأخرى مع باقي المتعلمين، ولا تشكل لنا القراءة عائقا. إذا سوف نبدأ. في اللغة الفرنسية هناك ما يسمى ب les voyelles. Alors il y a six voyelles. Il y a six voyelles. Alors les voilà: A, E, I, U, O et Y. Alors je répète: A, E, I, U, O, Y. On le prononce I. إذن هنا عندما أقرأ حاولوا أن تقوموا بإعادة القراءة معي. إذن A, E, I, U, O, I. جيد. إذن هذه تسمى لي فوايل، وهي مثابة مثل بالنسبة للغة العربية مثلا لدينا الشكل، لدينا فتحة، ضمة، كسرة إلى آخره، ولكن في الفرنسية هنا لدينا لي فوايل. لي فوايل هي التي تتحكم في طريقة نطق الحروف، باقي الحروف. إذا لدينا قلنا سي فوايل اي لي كونسون. لي كونسون لي فوالا. alors voilà les consonnes b c d F, J, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. جيد. إذن هذه هي الحروف الأساسية في اللغة الفرنسية. إذن لدينا 20 حرفا، 20 كونسون. إذن هذه الحروف تسمى لي كونسون، وهذه الحروف تسمى لي فوايل. لي فوايل. إذن عندما نقوم بدمج لو كونسون افيك لو فوايل، إذن من يتحكم في طريقة النطق؟ إذن يتحكم لو فوايل. إذن نعطي هنا مثال. Exemple D avec A. Si on ajoute D, on l'ajoute A, alors on appelle la syllabe DA. DA. Alors D avec E, alors DE. D avec I, DI. D avec U, du. D avec O, do. إذن هذا فقط مثال. إذن D إذا أضفنا له A، إذن يصبح لدينا ننطق D مع A نقول دا. دا. D avec E، إذن عندما نضيف E، إذن من الذي يتحكم في طريقة نطق D هو هذا E، كيولي دو. D avec I، إذن ما الذي يتحكم في طريقة نطق D؟ إذن هنا هو I، نقول دي. D avec U، نقول
du د avec او نقول دو. اذا لا تترددوا اذا في اخذ اذا هنا كونسون سوف ناخذ اكزامبل اف اف عندما نقوم بدمجها دن مع ا نحصل على فا فا تري بيان avec e feu avec i fi avec u fu avec o fo avec y fille. D'accord, alors un autre consonne g par exemple avec a et sera ja. Très bien. Avec E, je. Avec I, J. Avec U, ju. Avec O, jo. Avec Y, j. Très bien. Exemple, on prend la lettre L. La, le, li, lu, lo, li. Très bien. Alors maintenant, on peut lire quelques mots. إذن أكيد أنكم سوف تستطيعون الآن قراءة بعض الكلمات. إذن هذه الكلمات هي كلمات بسيطة. إذن بها إذن des consonnes et des syllabes. Pardon, des consonnes et des voyelles. Alors P هذا consonne, U voyelle. إذن غنقراوهم بجوج. قولوا pu. Pu. M avec A, ma, puma. Alors on a M, on a consonne, on a voyelle, on a consonne, on a voyelle. Donc on a le consonne avec la voyelle. Mo, to, mo, to. Et un autre mot. Alors T avec O, to, ma, t. Alors, faisez attention ici. To, ma, t. Alors, هنا E, فاش كيكون في الاخر ديال لا سيلاب, يعني لا سيلاب الاخيرة ده في الكلمة, ما كنقراوش, كيكون E ميوي, كيتسمى E ميوي, يعني اننا ما كنطقوش. نقول طومات, طومات. La même chose ici, regardez. P avec I, pi, p, pipe, pipe. هنا ما يمكنش انا نقولو pipe, pipe. لكن E كتكون E ميوي, يعني لا تنطق. نقول pipe, pipe. Alors, ici, V avec E accent, V, V, L avec O, lo, vélo, vélo. Alors faisez attention ici, bli E, ktma kan aliha accent, alors hna kitghayer notre diala, kikon E, 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 mkoun tkoun accent aigu, accent grave ou circonflexe. E, alors hna V avec E, V, lo. Vélo. La va beau. La va beau. Alors, هنا, la va beau. Alors, faisait attention ici. Ça beau. Ça beau. Alors, هنا, ما قريناش التي, ما غاديش نقولوا صابوت, لان ما قدمهاش واحد لا فوايل. اذا هاد التي هادي ما غاديش نقراوها, نقول صابو. دو مي نو. Do, mi, no. Pomme. Pomme. Très bien. Alors, comme ça, hakda, dans le juz l'awel min l'qira'a, dans le juz l'awel, il faut que nous nous t'arrafons à les voyelles et les consonnes, on bda, ndemjou binatum, on qraou la syllabe. Dans le juz l'awel, المرحلة الأولى من القراءة. إذن سوف نتعرف
إذن على باقي المراحل القراءة في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. إذن لهذا كل من لديه مشكل في القراءة إذن فإننا سوف نعالجه باتباع سلسلة من المراحل التي سوف أقدمها لكم في فيديوهات. ألوغ سوف نقرأ الجزء الأول من هذا الجدول. إذن هنا سوف نركز على الجزء الملون من الجدول. إذن كمرحلة أولى إذن سوف نركز على الجزء الملون من الجدول. ألوغ هنايا شنو عندنا في هاد لاكاز؟ في هاد لاكاز ماذا لدينا؟ لدينا لي كونسون، لي كونسون التي سبق وأن تعرفنا عليها. إذن هنا لدينا لي فوايل أ أو إي أ أو. كاينة إيكغيك ولكن إيكغيك ما كتستعملش بزاف، فقط نركز على هاد لي فوايل هادو أ أو إي أ أو. تخي بيان. ألوغ بي أفيك أ، إذن هنا شنو عندي؟ بي مع أ. بي مع أ شنو كتعطينا؟ با. با تخي بيان. بي أفيك أو بو، بي أفيك إي بي، بي أفيك أ ب، B avec U بي. très bien. alors هنا نمشي بالحرف D لان هاد السي هذا مازال غادي نتحدثوا عليه ونعطيو الخصوصيات ديالو. alors نمشيو للحرف D اما من بعد نرجعوا للسي. alors D avec A دا. alors دو دي دو دو. نمشيو F فا فو في ف فو. اذا نتوما غادي تقراو بالطريقه اللي بغيتو. اذا يعني ممكن ديروا مثلا اف افيك اي الا كان كيجيكم ساهل اذا في البدايه، من بعد توليو تقراو لي سيلاب. اذا بلا ما ديروا هاد لا كوبيرونس ديجا كتكون عندكم تكونوا اكتسبتوها. الوغ جي ايكالمون غادي نخليوه نمشيو للجي. جا جو جي جو جو. كا كو كي ك كو. لا لو لي ل لو. ما مو مي م مو. نا نو ني ن نو. با بو بي ب بو. الوغ هنايا لاحظوا هنا هكا كولون دائما كيكون بالجانب ديالها او. الوغ ولكن هنا ملي بغاو القراو ماش نقولوا كيا، نو نقولوا كا كو كي ك كو. غا غو غي غ غو. سا سو سي س سو. تا تو تي ت تو. فا فو في ف vu. alors هنا قريت بسرعه انا ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، نتوما غادي تقراو بالمهل عليكم. اذن هنا ممكن انكم تقراو جميع الحروف اذن افقيا، ممكن تقراوهم عموديا، ممكن انكم تخلطوهم يعني اقرا لا كي ج ف دو بو ايتترا. alors نرجعوا لا لتر ك. نرجعو لا لتر سي باردون لا لتر سي. الوغ هنايا سي افيك ا ما نقراوهاش سا، نقراوها كا كا كا. سي افيك او كو. سي افيك اي سي. دار هنايا سي كترجع الطبيعه ديالها الا كانت مع اي او ليلى كانت مع او س، ولكن هنا الا كانت عندنا مع ا او وحتى او كنقراوها كتولي ك. داكوغ الوغ سي الوغ كا كو سي س كو. كا كو سي س كو. تري بيان. الوغ لا ميم شوز عندنا مع جي. هاد جي هادي جي دو غولف. جي هادي ملي تكون عندنا مع ا لا ميم شوز كتقلب كتولي كا
ga, go, gu. La même chose, نفس القاعدة. ga, go, gu. هنا ملي يكون عندنا مع اي او كترجع لطبيعتها جي جو جي جو alors ga go ji je gu très bien alors نتمنى انكم يعني تاخذوا هاد القواعد هادو وتكتبوهم في ورقه وتعاودوا القراءه عده مرات من بعد تمشيو لاي ليفغ ناخذ كلمات ونقرا سيلاب بسيلاب ممكن واحد الكلمه نقرا فيها واحد لا سيلاب ناخذ كاع الكلمات ونقرا لي سيلاب اللي كنعرف اذا بهذه الطريقه اكيد انكم سوف تحصلون على نتيجه اتمنى لكم التوفيق ودائما ليس هناك وقت محدد للتعلم لم يفوت الاوان بعد دائما فقط بالقليل من العمل ان شاء الله غتعلموا وأتمنى لكم التوفيق ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب وإلى اللقاء في فيديو لاحق إن شاء الله.